نروح ل يورجن كلوب. يروح يورجن كلوب مدرب ليفربول طبعا وطبعا حضراتكم عارفين انه ده سيزون صعب على ليفربول يعني سواء من ناحيه النتائج اثاره تاخر في الترتيب او الاصابات. وطبعا هو اتكلم على فكره الاصابات اللي بيتعرض ليها خط دفاعه تحديدا. طبعا الفريق تعرض لاصابه فيرجيل فان دايك في بدايه السيزون، وفيرجيل فان دايك يمكن يكون افضل مدافع على مستوى العالم في التوقيت الحالي او في السيزون الحالي والسيزون الاخير كمان، وبالتالي اصابته كانت مؤثره بشكل كبير. قال يورجن كلوب انه فرقته شغاله على انها توجد حلول على ارض الملعب لغايه لما يتم ايجاد بدلاء، بمعنى انه ليفربول بيفكر في دعم خط دفاعه بشكل او باخر، سواء كان ده عن طريق استقدام مدافعين جدد او عن طريق ايجاد البدلاء من داخل الفريق. وشفنا السنه دي يعني شفنا اكتر من لاعب، فابينيو مثلا على سبيل المثال لاعب خط نص اساسا لقيناه السنه دي في او السيزون ده الموسم ده يورجن كلوب مرجعه في خط الدفاع. شفنا وجوه جديده بتلعب لاول مره، لكن يبدو انه الامور مش على ما يرام، والنتيجه كانت تاخر في مشوار المنافسه على بطوله الدوري. يمكن فعلا ليفربول بيعاني قوي الفتره دي حتى، ولكن محمد صلاح يمكن برضه ستيل او لسه متالق يا احمد، وده حاجه مفرحه كل المصريين. بس معاناه ليفربول دي لازم يعني يبقى لها حد، لانه يورجن كلوب كتير طلع واتكلم وقال انه انا عندي افضل لعيبه في العالم، اكيد مش من يوم وليله اللعيبه دي ما بقتش قادره ان هي تدي في الملعب، حتى لو في اصابات احنا عندنا لعيبه تقدر يعني تكون مكان اللعيبه الاساسيه، وان كان في بعض اللعيبه صعب جدا تعويضها، منهم طبعا فان دايك اللي هو كان في خط دفاع ليفربول، الحقيقه بيبقى صعب قوي 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 ان حد يلعب عليه حتى 1 تو 1. معروف يعني انه فيرجيل فان دايك من افضل المدافعين في العالم. نشوف بقى، نروح لملعب ماراكانا الشهير بمدينه ريو دي جانيرو، الساعه 10 هيكون على موعد مع مباراه ناريه بين عملاقي الكره البرازيليه بالميراس وسانتوس في نهائي كاس امريكا الجنوبيه او كاس كوبا ليبرتادوريس، في لقاء طبعا اتاجل من شهر نوفمبر اللي فات بسبب ازمه فيروس كورونا. الفايز باللقب ده النهارده هيشارك في نهائيات كاس العالم الانديه، وهيلعب يوم 7 فبراير اللي جاي مع الفايز من مباراه اولسن هيونداي الكوري الجنوبي وتاجرس اونال المكسيكي، واللي هتقام يوم الخميس اللي جاي في الدور ربع النهائي. بالميراس يمكن حقق لقب كاس ليبرتادوريس مره واحده قبل كده عام 99، لكن سانتوس حقق اللقب 3 مرات في اعوام 62 و63 و2011. 63 و64 و65 على كل الاحوال بالتاكيد طبعا كوره، هنتفرج على كوره ممتعه. يعني هي كوبا ليبرتادوريس عموما والكوره في امريكا الجنوبيه يمكن تكون على مستوى المتعه بعيدا عن التكتيك واللياقه البدنيه هي اكثر كره ممتعه في العالم. والنهارده لما نتكلم على نهائي برازيلي في نهائي اكبر بطوله في امريكا الجنوبيه اعتقد هتكون مباراه كره ممتعه. امتى نقابل الفايز من بالميراس وسانتوس؟ في حاله ان شاء الله باذن الله اذا ما تخطينا عقبه الدحيل، وبعد كده بايرن ميونخ ممكن ساعتها يبقى المنافس المحتمل يكون في الدور النهائي لبطوله كاس العالم للانديه طبعا، ونتمنى ان شاء الله انه الاهلي يحقق الحلم ده. والنهارده كمان اعتقد في ماتش مهم، يعني 10 هيبقى بالميراس وسانتوس، الساعه 7:30 تقريبا هيكون ارسنال ومانشستر يونايتد في واحدة من مباريات. مانشستر فايق جدا 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 السنة دي وبيقدم عروض قوية جدا، والفريق أكثر تماسكا على الرغم مش مانشستر اللي احنا المرعب اللي احنا عارفينه، لكن واضح إن الفريق بقى متماسك جدا وعنده الرغبة، والنتائج اللي بيحققها المكسب دايما زي ما بنقول بيجيب مكسب، النتائج اللي بتحققها بيدي دافع للعيبة إنها تحافظ على المجهود اللي بذلوه. سولشاير عنده ثقة قوي في اللعيبة وقدر إن هو يعمل توليفة حلوة الصراحة يا أحمد، فرقت معاهم جدا المباريات اللي فاتت وخصوصا في مباريات ليفربول. بس لسه مش كره مانشستر يونايتد يعني. أنا عارفة أنت بتتكلم على أنهي مانشستر يونايتد، بس اللي أنت بتتكلم عليه ده كان يعني قديم. يعني الفريق مانشستر يونايتد اللي انت بتقوله اللي فيه العمالقه بس الراجل بيحاول يعني بقى له كتير، ده ناس كتيره جدا، مورينيو حاول وناس كتيره جدا حاولت الحقيقه، يمكن اول مره نحس انه مانشستر على الاقل عنده القدره على المنافسه.